بونجور، كيف الحال؟ تمام، مبروك الرجعة. تمام، كيفك؟ تمام تمام. هاي ماشي الحال؟ Are you good؟ شو بك زعلانة؟ لا فاين؟ كيفك إيهاب؟ تمام ماشي الحال. كيفك؟ ماشي الحال. هاي حنان كيفك؟ كيفك؟ هابي بيرثداي مبان. ازيك؟ ماشي الحال. مسوار؟ كيفك؟ كيفك استاذ؟ ماشي الحال. تمام؟ أهلين. كيفك علي؟ هلا. هاي شنطة. هلا وسهلا. شو بك؟ بندون؟ مش مرتاحة؟ هاي كيفك؟ تمام. هاي هاي ماشي الحال؟ جود. طيب رح جيب أنا كرسي أقعد هون. ميرسي رفايل. شو ليش؟ كيف صوتك؟ ليه؟ ثانك يو. هي من حصتك؟ من حصتك؟ اوكي. ما بهلا عقبال 100. هابي بيرثداي عقبال 100. يلا مين بده يجي؟ مين بعد بده يجي؟ هايدي مسافرة. ويوسف تركنا. ميرسي. قد ايه لذيذين انتم؟ ثانك يو. هو شغل عنا استاذ. شغل مين؟ هون. جريت. ثانك يو. ثانك يو. اول شيء خلوني بس اقول انه سوري استاذ. شو؟ حطلع غير شيء. يلا. ليش بدك تغيري؟ حلوين ثيابك. اسمع خبيته خبيته. سهيلا خلصنا اعطيته انا شوكولا. اخذت شوكولا. سهيلا تعال سهيلا في الموب. استاذ فينا ناكل شوكولا؟ فيكم تعملوا اللي بدكم اياه. شو؟ لك هالسرعة يا زلمة. بس فينا نجتمع كلنا سوا بالإدارة لكمان حطك كل يوم عنا خير. جريت. طيب خلونا لكن اول شيء بدي توقفوا هيك. نعم. اوكي سهيلة خليها ولا عايزة؟ يلا يا احوي خاطر بس لكن اول شيء خلينا ان كلنا نوجه تحيه ليوسف صح؟ صح لانه يوسف اكيد يعني هيدي قوانين اللعبه كل حدا كل اسبوع بده يفل بس اكيد تعلم من هيدي التجربه واكيد اكيد يوسف هاي كيفك ماشي الحال جود مبروك الرجعه ويلي اختبروا يوسف كمان حدا منكم رح يختبروا بالاسابيع الجايه ويلي اختبروا رافائيل اختبروا رافائيل وفاتن كمان رح تختبروا بالاسابيع الجايه شو بك يا دينا خايفه سو هيدي هي الاصول سو كرمال هيك لازم ويوسف قال يمكن انه باسبوع واحد تعلم كثير وقت بنحكي عن براندنج بنحكي عن انطباع يعني كيف كيف قنينة المي اللي بنكون بالسوق مثلا من براند معينه بيكون الناس عندهم لها انطباع معين بشوفوها كمان انتم لكم انطباع عند الناس كرمال هيك مردنا نسمع كثير منيح كمان للفولورز يلي والفانز والاصدقاء يلي بيتابعونا على السوشيال ميديا لانه بيكونوا ملاحظين فينا اشياء ربما نحن ما ملاحظينها بحالنا اوكي سو كرمال هيك اليوم بدي احكي عن موضوع بهمكم كلكم هو موضوع الخجل لانه كثير منا مرات بيشعروا بالخجل كثير منا مرات بيحسوا الخجل من طبيعتهم صح وكثير منا مرات كمان بالخجل بيكون حلو عندهم مين بيحس حاله خجول منكم اوكي جود طيب يلي ما حسوا حالهم خجولين خلونا نشوف شو يعني الخجل بالنسبة لهم إيهاب شو الخجل بالنسبة لك؟ الخجل عندما يعني مثل هاللحظة اللي قلت لي يعني توجه لي الكلام وأستحي أمام ال محمد شو الخجل بالنسبة لك؟ قلت ما رفعت إيدك خجل يعني كسوف شوي بكسف مثلا أرد على سؤال معين أواجه شخص معين أوكي جريت بتعرفوا إنه بالحياة الخجل شيء كتير حلو هلا حتتفاجئوا انه بس حلو كتير حلو كتير مرات خجلنا في لك ليه؟ رح اسمعكم بحب اسمعكم بس خلينا ليش ما بتحسي حلو؟ الخجل احنا بنتكلم عن يعني شو خلو انيس هذا كلمة اللي قلوه هيك موبي او حاجة الواحد اللي بيسكت على حقه دائما صح خجل
جريت. هون اللي عم تحكي عنه هيدا منه لحظه شوي لحظه اللي عم تحكي عنه الخجل هيدا ما لازم يكون منطق. ليش انا قلت لكم مرات حلو مرات الانسان حلو هيك مثل ما بيقولوا الانسان مرات الخجول بيبقى انسان طيب انسان سو بدنا نتعلم كيف من خجلنا نكون ناس كمان حلوين ومتسامحين لكن مرات بدنا نعرف انه في حدود لخجلنا ممكن يوقعنا بمشكله يعني مثلا اذا انسان خليني اعتبر انه هيك صوته واطي بيحكي بنبره واطيه ما كتير بيرفع صوته ما كتير ممكن يكون هيدا الشيء عامل ايجابي له شو ليش سو كان عم تضحك لكن اذا الموضوع تحول انه يؤذي بساعتها هون خجلنا شو عم يعمل فينا عم يؤذينا كرمال هيك بالدنيا بتكون تعرفوا انه ما في شيء بالحياه بالمطلق سلبي او ايجابي نحن كيف بنستخدمه لصالحنا يعني حتى نحن مرات كيف بنستخدم خجلنا ليكون شيء منيح او شيء سلبي اي متى بيتحول خجلنا يكون شيء سلبي لما مثل ما قلتوا حدا عم يحكيني وانا من خجلي ما عم جاوب عليه او حدا عم يطلب مني اني اعرف عن حالي بصوره حلوه وانا ما عم اعرف عن حالي بصوره حلوه يس يا بدي اسالك استاذ يعني اذا كان في مشكله بينك وبين شخص يعني وكان هو اللي مغلط في حقك انت رحت صالحته يعني انك عملت واجبك ممكن بتحبه ممكن ما تقدر تختاره هذا ضعف ولا بالعكس هيدا مثل ما بيقولوا القوة بحد ذاتها بس ممكن لانه انت يعتبره ايه هو يعتبر يلي هو بده اياه بس انت بالنسبه لحالك شو شايف هيدا الفعل هيدا فعل المحبه والمسامحه الكبيره اللي انت عملته بيريحك وما بيريحك جريت خلوني اقول لكم الغضب القلق الخوف كلهم مشاعر سلبيه بيحركونا جسمنا نحن بطريقه غلط وبيحركونا عقلنا ونفسيتنا بطريقه غلط كمان هيك ان نتحرر منهم ونطلعهم لبرا هو أول طريقة لحتى نحن نرتاح مشان هيك لما بنقول إنه إذا حدا مزعلني أنا لازم سامحه مش بسامحه يعني بكون أعطيته مجال على أنه يرجع يكرر فعل الخطأ اللي عمله معي لكن بسامحه حتى أنا اتحرر من المشاعر السلبية اللي بيجيبها لعندي قلة المسامحة سو إذا أنا بحب حالي كتير لازم سامح إذا بحب حالي عن جد لازم سامح لحتى في حدا زعلان من حدا هون؟ لا فاين يور فاين ستيل فاين ايه بنطر الاسبوع الجاي بالاكاديمي لا يور فاين انت زعلان من حدا؟ بالاكاديمي جريت شو يسفا؟ انا ما لازم نزعل اصلا ايه ما لازم نزعل بس مرات بنزعل لانه احنا ناس لانه احنا بشر بنزعل بنتخانق بنرضى بنحب بنكره مرات وبنرجع بنزعل بنرجع زعلانه من حد وصالحنا صالحته؟ اوكي جريت ما في اي مشكله نعم ممكن حد يعني العلاقات في الاكاديمي ممكن تعني ان الناس يعني برا جمهورنا يعني تعني له هالاشياء هذه لكن في اشخاص يعني عندهم حاجه في يعني عندهم شيء في مخهم يعني غير انه يعني يحبوا او ما فهمتك نسي يعني لحظة شوي نسين ريسيت من جديد وما بحب كتير كلمة جمهورنا هني أصدقائنا برا وهيك لأنه أحسن ما تنفهم غلط أنه أنت عم بتقول يابا هلأ صار عندي جمهور وهيك أوكي حلو هني الأصدقاء يلي عم بيتابعونا هني أصدقائنا برا وعم بيتابعونا أهلينا برافو عليك يا نسين بس رجع عد للسؤال اعمل له فورميول براسك تا كنت اسمع كنت فات سألني السؤال مهم نعرف نسأل سؤال مهم نحدد شو في براسنا قول شو بدك بعرف ليش لأنك أنت خيفين من شغلي خيفين أنه تقول كلمة مثلا حدا يزعل منها أو هيك بفهمك لأنه عندك قلب طيب بس قول السؤال مثل ما هو اعمل الفورميول براسك للسؤال أوكي؟ أنا يس. لما أتضايق يعني لما تتضايق إيه؟ بحب عيش حالة الحزن يعني بحب عيشها بقول هلأ أنا مع حزينة بدي أحزن هلأ بكره رح ينبسط هاي شيء صحي ولا مش إذا أنا عم جيب الحزن لحياتي أكيد ما نوشي صحي لكن إذا أنا اليوم واقع بمشكلة مثل حلو الشيء البارت جزء من اللي قلتي فاتن جزء كتير صحيح وحقيقي لأنه مرات نحنا ما بنحزن كفاية على الأشياء اللي بنعملها بتضل علقانة فينا لازم نحزنها ونخلصها لازم نخلص الحزن لحتى أكيد بس ما بيعني هيدا أنه أنا شو ما كان بدي أعمل منه قصة ويعني مثلا لتسي حنان قالت لي كلمه وراحت وحنان ما قصدها وانا عملت منه قصه ولازم انا احزن وكبر الموضوع وعيشها يس
فقط لما بيحرز الموضوع. مين كان بده يسألني سؤال حدا؟ يس يس محمد. أنا عندي حاجة غريبة شوية، ما أعرف شيء موجود عند الناس ولا ما توصفها أنها غريبة. قول عندي حاجة، لأنه إذا أنت أوكي، لأنه إذا أنت عم تقول أنها غريبة يعني هلا جبرتني أشعر فيها أنها غريبة. لا، هي أنا لما مثلا بتخانق مع واحد صاحبي يس أو أي حد بتخانق معاه فترة كبيرة ونقعد فترة ما نتكلمش، مجرد ما بنرجع نتكلم تاني متصالح باخد وقت كبير عشان اكلمه او عشان اكلمه زي الطبيعي زي العادي. لا لانه انت لانه ربما هيدا الشيء اللي عمله معك جرحك كثير ومعرفت حتى حتى لو انت غلطان حتى لو انت غلطان معه بتاخذ فتره لحتى ربما كمان لانه في مرات عندنا هيدا اللي بسموه محمد الايجو تبعنا انه انا ما بدي اتنازل وهيك لانه لا 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 لا, لا, لا روق روق مش غرور مش نرجسي ما تكبروا المواضيع خلوني برجع قلت الايجو يلي موجود عند كل حدا منا لكن منكون لانه فاهمين الموضوع غلط يا محمد يعني من لانه مرات منفهم انه مثل ما قال ايهاب قال شغله كثير مهمه انه انا اذا بسامح حدا انه هذا الشيء عم يتحول يكون فعل ضعف شانطال ليش زعلانه لانه كمان غلطت بالبران ومتضايقه كثير او متضايقه شوي او متضايقه لا لانه انت قلتي عادي وانا شايفك زعلانه يعني او انت عم بتقولي لي الكلمه اللي مش مزبوطه او هيك بتكوني عادي انت عادي لا ما تقولوا لي كلمات ما نكون عايشينها يعني اذا انت هيك عادي مشكله شو مزعلك كمان عندي كنا هيك فكره بس في عالم قدرت تتخطف يعني سو انتم خايفين هلا من وحده طب ما اعطيتوا اللي عندكم اياه بس شو خايفين خايفين من الـ من الرياكشن من نرجع ما بدنا نعمل احسن ما بدك تطلعينه منه شو حتعملي شو حتعملي وين غلطتي حتى براسي انه بدي اعمل منيح بالايفار بس كمان انه ما بدي انسى انه هنا بيخطب بعين الاعتبار البرايم اه بس شو حيأثر اذا انت خدتي بعين الاعتبار انت وهيك عامله او خدتي بعين الاعتبار اذا يلا هيك نحضر احسن شو بيفرق برجع بقول لكم عم بتتعبوا حالكم يعني هيدا المود يلي عم توضعوا حالكم فيه رح يكون سبب فشلكم بالايفال اتس اوكي مستاهله معلش عملتي شيء طلعيهم رجعي البنت يلي فاتت على الاكاديميه ورجعت تعمل افضل ما عندها خلصيهم شانطال خلوني اقول لكم شيء ما تحبسوا ولا مره شيء بدكم تبكوه بكوه خلصوا بس ما تضلوا 24 على 24 قاعدين مثل هيدي القعده مرتضى ما بقبلها منك لانه هيدا الشيء اللي عم تعمله هو منك الا انت مثل انسان خلوني اخبركم شغله مثل انسان شو عم يعمل انسان هلا قرر صار معه مشكله مثلا اعطيكم مثل ما بتشبهك مشكلتكم بس اعطيكم مثل جيت انا ورايح على البيت شو راح الاطار تبع شو بتقولوا الاطار الدولاب الاطار العجله باظت اوكي باظت بنص الطريق ام انا قد ما قهرت بلشت تلفن لاصحابي كلهم انه باظت العجله تلفن قال له راحت العجله وراح الدولاب وصار فيي وكذا بس النتيجه شو تغير السياره وين بعدها بنص الطريق نحن هيك عم نعمل قاعدين تكين راسنا قاعدين عم نبكي قاعدين عم لانه يا وقت للزعل يا وقت للشغل حنان اوكي ما في وقت اذا بدي اقضي وقتي عم بزعل ما بشتغل ايدينا انا ساعات بحس نفسي وحيده ساعات بحس نفسي مش حد حوالي ما فيش حد معي ليك وافضل افتكر ماما بقى وافتكر ان انا كنت بقعد اتكلم معاها وبعد اشكلها همي ومش لاقي حد اشكله همي هنا قصدك ما في حدا حدك من هون من الاكاديمي من بالاكاديميه ولا عم تحكي عن خارج الاكاديميه اوكي
مزبوط ما حدا حيكون فهمكم، لانه خليني اقول لكم شغله، انتم قد ايه صار لكم تعرفوا بعضكم؟ كل واحد جاي من ثقافه معينه وبيئه معينه. ايه معلش، بس هيدا دليل على انه انتم لازم تتفاعلوا مع بعضكم اكثر. هلا اوكي انتم اصحاب، بس انتم اصحاب من مش انه اصحاب العمر شهر، مش انه علي ومحمد يعني رابين طفولتهم سوا يعني هلا، صديقي يعني صديقي هلا كمان طنعت الامور حقها. مزبوط يمكن يطلع ما في حدا بيفهمك، ويمكن يطلعوا الكل بيفهموك، بس يا اثنيناتكم عندكم توجه واحد، يعني الا ما تلتقوا على هالطريق بشيء ان كومن انه تلتقوا فيه. صح شانتال؟ بتفهميها لدينا؟ ليش لازقه فيها هاللزقه لو ما بتفهميها؟ لانه بحبها كثير. اه شفت طلع مين بيحبك؟ بسطك. طيب كنا عم نحكي عن الخجل، بتتذكروا شو كنت عم اقول؟ كنت عم اقول انه الخجل انه برا بيساعدنا على جوا. جريت. طيب يعني انا اليوم اذا بدي، اذا حدا سالني شو اسمك وقلت له اسمي ميلاد حتشيتي، او قلت له اسمي ميلاد حتشيتي، بيفرق صح؟ سو هو رح يترك انطباع من ورا الشيء اللي انا بعمله والشيء اللي انا بقوله، والشيء اللي انا بعمله والشيء اللي انا بقوله متوقف على شو؟ على حركات الجسمانية، على صوتي، على تعبيري. سو لما بحكي على الدليفري تبعول هيدا الشيء، سو انا لما بحكي عن ماركة شخصية كون عم بحكي اول شيء عن ابييرنس، عن مظهر، وبعد شوي رح نحكي عن أهمية المظهر من خلال الملبس، لأنه ملبسكم كمان بدل على أنتم مين. يو يو شو؟ أوكي؟ بس اليوم بدي أتوقف بس عند كيف أنا بقدم حالي للناس، شو بدي الناس يقولوا عني. أوكي؟ سو خلونا نقطع هيك على جولة. مثلا تسي مرتضى، خلينا نقول مرتضى، لما شفتوه شو قلتوا عنه؟ أول ما شفتوه فنان عراقي بصراحة، انطوائي. أنا ما حبيته، ما حبتك أنا حسيته في المحبة ما تجي إلا شو؟ انطوى بضلوا هيك. أوكي حسيته قاسي. لما تعرفتوا على مرتضى شو حسيتوا؟ 180 القدوة. أنا كنت حاسة تقيل دم هو بحبه كثير، بيعرفه هلا شو حسيت؟ جنيني تشهد هلا، لا رح منه. أنا مالك شفت يا مرتضى الناس اللي ما بيعرفوك والناس اللي بيعرفوك شو بتفرق؟ طيب هل كفيلي بهالانطباعات إنه تخليك تغير شيء بالصورة اللي عم ترسمها لحالك؟ طيب لو افترضنا يا مرتضى انت هلا مثل ما بشهاده الكل انه صاحب قلب كثير طيب، انسان كثير كثير دافي مرح، بس ما عم يظهر شيء للناس، ممكن حزن، ممكن حزن هاليومين بالذات، هاليومين اللي هو فيهم بتغير. سو لازم هيدا الشيء يخليك انت اليوم اذا بدك تكمل هيدي المغامره شو تعمل؟ تشتغل اكثر على الموضوع، اكيد تفرجي للناس حقيقه مين انت. هلا هودي يومين راحوا من عمرك بالأكاديمية، أنت وقاعد زعلان على الشيء، بدل ما تفرجي عن جد الناس مين أنت. طيب إيهاب، أول ما تعرفتوا عليه، قبل ما تتعرفوا عليه، شو كانت الفكرة براسكم؟ أول مرة كيوت، كيوت لذيذ. شو بكون سكتوا؟ أنا فات على قلبي. كونوا صريحين قبل ما تعرفوه. فات على قلبي على طول أول ما أنا حبيت من أول مغرور مغرور. لا هو قال فاتن هو لقيت. أوكي عم نحكي عن انطباع عن قناة. أنت كيوت كيوت سيدو بيدخل على القلب نفس نبغيكم بالذات. من بعد ما تعرفتوا عليه تغير الانطباع او ما تغير؟ لا لا نفسه هو. انا من اقرب الناس لي. اوكي اول ما شفته ما توقعت نفسي انه بكون قريبه منه بهالدرجه، دائما بشوفه هيك على بعض، ما كان هيك، انا ما توقعت حالي انه انا بصير قريبه من هذا الشخص. توقعت شي ناس وصح صرت قريبه منه، بس هذا اكثر واحد. حنان الزعلانه، زعلانه حنان؟ اوعك تقولي لي عادي، اذا بتقولي لي عادي شو حنان؟ نومينيشن كلهم زعلانه. زعلانه حنان؟ شو اللي مخوف؟ على شو؟
لأنك ما عملت كمان ما عملت منيح بالبران. وهذا زعلك رح يفيدك هلا؟ إذا ممكن. قادرة تعطي أحسن؟ حس إنه مش أنا اللي غنيت. مش أنت اللي غنيت. وهلا أنت القاعدة أو لا؟ هلا حنان القاعدة الحقيقية حنان القاعدة أو لا؟ سو إمتى بدها ترجع حنان الحقيقية العادي؟ شو بتعمل حنان العادية الحلوة المهضومة اللي ما بتخاف؟ شو بتعمل؟ شو الفرق بينها وبين هلا حنان القاعدة هيك؟ عم بتفكر شو عملت بحالي وغنيت ما منيح؟ يات عندك بعد فرصة عم ما عم تستغليها قاعدة عم بتوفري عم تروحي بأنك تخافي. بدك تبكي بدك تضحك اعمليهم خلصيهم طلعيهم هول المشاعر الوحدة وارجعي القوية اللي بدها تنجح بالأكاديمية لأنه حنان القاعدة بهلا مش حنان بدها تنجح بالأكاديمية صح؟ طب كيف ممكن تكون حنان بدها تنجح بالأكاديمية؟ نشتغل على راسي أحسن أحسن؟ وتغيري قعدتك هيك وتعلي راسك وتحبي حالك وتقولي هلأ صار أوكي يصير بدي أعمل أحسن لأنه انتبهي هيدا الزعل خلوني أقول لكم شغلة بس تتعرفوا شي شانطال وهيدي حطت إيدك هون هي حطت حدا عم يندب حظه قومي قومي قعدها يلا قومي قعدي هون يلا غيروا لي هالمود شو؟ تقعد مكان؟ لا اشربي وجيبي لي ماي معي كول شوكولا حنان بس تقول لكم شي الزعل شو بيعمل؟ توتر الزعل الزعل يلي بفكرنا بيخلي جسمنا كمان يزعل انتبهوا للفكرة فهمتيني الزعل بيخلي جسمنا يزعل ومن بين جسمنا اللي بيزعل مين بيزعل؟ صوتنا وإذا زعل صوتنا زعل الأساتذة زعل الأساتذة زعل الأساتذة يس شو حبيبي شو لا هذا ما في طبع عن الصبح نقوله بيسألوا لك طبع هيك تبني سألني شو هذا مش عارف ما أنا ما عملت حاجة ليش بتتكلم لأنه نحن منفكر وكيف وقت ما نكون ولاد صغار بنصير قال نتخبى إذا خبينا راسنا مثل كأنه كله ما بقى يشوفنا تذكروا بس كنا نلعب نحن ولاد صغار إنه قال خبي راسنا مثل كأنه خلص لما بتعب لما بتكلم Thank you merci أتعب هيك ما بحب حدا يطلع بشي بحكي شيء بترو شعري كله Next week إذا يعني إذا بتتذكروا Next week شو ناسي؟ next week رح نعمل إن شاء الله تقنية المراية نحكي فيها محالنا عن المراية إنه هي عم تخبي فيها وجهها لأنه بتفكر إذا خبت في وجهها خلاص ما بقى حدا عم يشوفها أنا صغيرة كنت شوف شوية مثلا طرقون حدا جاي مع أمه بعرف أمه لا يلا ماما غني أو عمل لي شيء هي عم تعمل هذا الشيء تخبره لأنه تخاف حدا يشوف بس أنا كنت أعمل ما كنت خبي رأسي لكن ليش هلأ مخبي رأسي ليش مخبي جريت بس بتكوني أدى بدك تكوني أدى إذا ما بتكوني أدى بتروح عليك هيدا مثل ما بيقولوا البكاء على الأطلال ما بيفيد شيء بالعكس يوم ما كل نهار عم تشتغل برافو شدي شدي خلاص قوم طلعي خدكم بصحتك تركة كان حيدا خلاص قوي أنت أستاذ بدك إيدي يرتاح أكيد طب انا كفيل تحلو جنان تحت حنان ليش نسبه الزعل من 1 ل 10 على حالي انا نفسي ما هيك 9 على 10 اوف هالقد هالقد هلا اي متى بدها تروح لانه هلا ب 9 على 10 تصير 2 3 على 10 بدها شيء يومين ثلاثه